ولمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة من العاصمة البلجيكية بروكسل موفدة التلفزيون المصري إلى هناك ليلى عمر. ليلى، دعينا في آخر المستجدات لديك. القمة تبعنا حفل الافتتاح، آخر ما جاء في كلمات من شاركوا فيها. نعم بالفعل انتهت الجلسة الافتتاحية لهذه القمة الهامة، قمة الاتحاد الأوروبي الاتحاد الإفريقي في دورتها السادسة، والتي استعادت لها العاصمة البلجيكية بروكسل لنجد حالة من الاستنفار الأمني على مدار يومي القمة، استنفار أمني في محيط الشوارع المحيطة بمقر المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي من ورائي في هذا المكان حيث تجري فعاليات هذه القمة الهامة، والتي استمعنا منذ قليل كلمات عدد من المشاركين فيها، على رأسهم كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفرنسا تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، حيث تحدث عن العديد من التحديات التي تواجه القارة الإفريقية والتي ستركز عليها هذه القمة، وسيركز عليها الاتحاد الأوروبي بدوره في دعم الدول في الاتحاد. هذه الجلسة الافتتاحية ربما طرحت عدد من التحديات الهامة التي تواجه القارة الإفريقية والتي تعول كثيرا على حلها من خلال هذه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي قد تنتج عن هذا المؤتمر الشراكة حتى عام 2030. الرئيس الفرنسي تحدث عن نقاط هامة من بينها لقاحات كورونا، أوروبا مسؤولة عن إنتاج هذه اللقاحات ولابد أن تضمن التوزيع العادل لها ووصول كم كافي من اللقاحات إلى القارة الإفريقية. أيضا تحدث الرئيس الفرنسي عن فكرة التعليم والتدريب المهني وهما الأساس في مجابهة الهجرة غير الشرعية من خلال تقديم تعليم عالي للطلاب الأفارقة وللشباب الأفارقة يسمح لهم بوجود فرص عمل مناسبة، بالتالي يقلل من أعداد المهاجرين بشكل غير شرعي، ويكون هناك سياسات موضوعة فيما يتعلق بهذه النقطة. أيضا أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أهمية دعم البنية التحتية في النقل، ضرورة وجود مثل هذه البنية التحتية وجود بنية تحتية في الإنترنت أيضا، فلن تستطيع أوروبا إيصال خدماتها المختلفة إلى القارة الإفريقية دون وجود هذه البنية الأساسية التحتية الرقمية. البنية الرقمية ربما طالب بها أيضا رئيس الاتحاد الإفريقي الذي تحدث عن تحديات كثيرة تواجه قارة إفريقيا على رأسها الكهرباء، مشكلة الكهرباء التي تعاني منها دول كثير من دول القارة وتحتاج إلى دعم من القارة الأوروبية فيها لوصول الكهرباء إليها في كل مكان. أيضا فكرة التحول الرقمي وتوفر البنية التحتية الأساسية لشبكات الإنترنت المختلفة، فمن خلال الإنترنت يمكن لدول القارة الإفريقية النفاذ إلى العالم أجمع وإلى تحقيق شراكة متميزة مع دول أوروبا. أيضا الرئيس إيمانويل ماكرون أكد على فكرة الشباب هم الأساس، لابد من البناء على دعم الشباب في المستقبل، خاصة أن الشباب الإفريقي سيمثل نصف سكان القارة بعد عدد من السنوات، خاصة مع قلة أعداد الشباب المتواجد في القارة الأوروبية التي يطلق عليها بالطبع القارة العجوز. كانت هناك كلمة لرئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فان دير ليدن والتي تحدثت عن نفس التحديات ربما التي أشار إليها الرئيس الفرنسي ونفس الملفات الهامة التي ستطرح من خلال هذه القمة، متحدثة عن ملف الطاقة وهو من الملفات الأساسية نظرا للنمو الاقتصادي بيعتمد على الطاقة في الأساس، وأشارت إلى أن إفريقيا تزخر بأنواع الطاقات المتجددة، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأنه لابد من استغلالها بالشكل الجيد، كما أشارت إلى فكرة الإنترنت، هذه التكنولوجيا الحديثة التي تسمح بالنفاذ لكل المناطق، والصحة، فكرة العمل على المدى الطويل من أجل توفير الرعاية اللازمة صحيا لأبناء القارة الإفريقية خاصة في مواجهة الأمراض المتوطنة مثل الملاريا على سبيل المثال، وأشارت لضرورة إيجاد العلاجات المطلوبة. أشارت أيضا إلى ضرورة دعم رواد الأعمال في القارة الإفريقية. بالإضافة إلى ذلك كانت هناك كلمة لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وكلمة لرئيس المفوضية الأفريقية رئيس المفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه الذي أشار إلى كثرة التحديات التي تواجه قارة إفريقيا وضرورة النظر إلى إفريقيا
أفريقيا بشكل عادل فيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات، نظرا لأن الاقتصاد الأفريقي عانى كثيرا وعانى أكثر في ظل جائحة كورونا مع تقلص التمويلات المقدمة إلى القارة الأفريقية. كان هناك أيضا تراجعا على مستوى الإيرادات، وأكد أنه لابد من ترجمة الأقوال دائما إلى أفعال. إذن هذه الكلمات أشارت إلى التحديات الهامة والبارزة التي تواجه القارة الأفريقية والنوايا ربما الأوروبية أو التي ينوي القادة الأوروبيون أن يؤدوها يساهموا في يتوصلوا إليها في شراكات عدة. نعم، هي تحديات مشتركة بالفعل وطموحات من القارتين فيما ستخرج به هذه القمة الأفريقية الأوروبية. ليلى عمر مراسلة التلفزيون المصري إلى بروكسل، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.